خلال الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الذي احتضنته ولاية القيروان، تم عرض أهم الإحصائيات المتعلقة بالأمية في الولاية، والتي تراجعت بعض الشيء لكنها لا زالت مرتفعة، كما تم الحديث عن رؤية جهوية مستقبلية للحد من الأمية. القروين تحتل معناتها مرتبة متقدمة في الأمية، خرجنا من المراتب الأولى صحيح، معناتها نحن تقريبا توا 29.6%، ما ننساوش كانت عام 2001 كانت 44.3%. تجارب ناجحة لأشخاص التحقوا ببرنامج تعليم الكبار، سواء في المؤسسة السجنية أو في مراكز التعليم المنتشرة في الولاية، وقد تحصلوا على جوائز وطنية ومحلية. في كافة السجون معناتها عندنا البرنامج الوطني لتعليم الكبار، معناتها نطبقوه في كل سجن، عندنا معناتها أقسام تاع تعليم الكبار وعندهم البرامج نتاعهم كما اللي قاعدين يتابعوا فيها الكبار السن معناتها خارج أسوار السجن، كيف اللي عندنا احنا كبار السجن داخل أسوار السجون نحاول نمتعوهم بالبرنامج هذا تاع تعليم الكبار. بالنسبة للتجربة هذه كانت باهية ياسر بالنسبة لي أنا، ونشكر عوان السجون بالنسبة عاونوني ياسر في التعليم، في توفير الكتب، برشا حوايج. من وقتاش بديت في التجربة هذه؟ والله عندي مدة سنة ونص هكاك. ما شاء الله. سنة ونص الحمد لله. ما قريتش أنا صغيرة، حبيت قعدت حلمة في قلبي، حبيت يعني حاجة قعدت في صحيح جبت صغار وكونت أسرة والكل، لكن الحلمة قعدت يعني في داخلي. كيف لقيت شكون يخرجني ويأطرني حبيت نتكون ونكمل، وإن شاء الله يا ربي نكمل للنهاية. خلال الاحتفالات تم عرض إبداعات ومنتوجات لأشخاص التحقوا ببرنامج تعليم الكبار، كما كانت هناك عروض شعرية ومسرحية.